في برنامج الجدعان. لما ولادنا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي. محمد غانم شاهد على اتفاق تاريخي. مجموعة كبرى تتبنى تجربة زينب أيقونة البحث العلمي الزراعي. زراعة الذرة الصفراء التي تنتج 12 طن في الفدان لأول مرة، والتجربة على 5 أجهزة ري محوري بالنطرون و35 فدان بالدقهلية، ومكافآت مجزية لتحفيز العلماء في حالة نجاحهم. الحقيقة يعني عايز أقول لك إن هو في نوع من المبالغة. أنا موافق، لأن من يوم العرض في نقد 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 نقد. وحصريا الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء يتحدث لأول مرة عن صناعة الدواجن واستيراد المجزئات ورسوم الحماية لصالح الإنتاج الوطني، ويقلب الدنيا رأسا على عقب. أنا مع صناعة الدواجن 100% عندما تتحسن وعندما تطلع الرغبة الحقيقية في التحسن. ولأول مرة هذا الشاب شريكه قطري، ينتجان سلالات ماعز البور والسنن والشامي، ويمتلكان 650 رأسا من خراف العساف العملاقة، وبدأ رحلة استيراد ماعز البور النقي من جنوب إفريقيا. وتشاهدون صرح عملاق في مدينة السادات ينتج 60 نوعا من الكيك والشوكولاتة والبسكويت والطوفي والحلوى، وصاحبه يديره بفكر عبقري ويغزو بمنتجاته 40 دولة. والدكتور سيد قطب ينتج 80 صنفا من زيوت النباتات الطبية والعطرية، يصدر لأوروبا وأمريكا، ويصنع من زيوته 70 منتجا متميزا. وانتظروا فريق من علماء الأسماك والمياه في مصر يساند الدكتور نصار في محنته، ويكشف أسرار نفوق زريعة القاروس في مزرعته العملاقة ببحيرة مريوط. كل هذا وأكثر في برنامج الجدعان، الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع في 7 مساء حصرياً على القاهرة والناس 2. أهلاً بكم في العاصمة.